with Turkey as I speak. I called this morning to اتصلت بجيفري مبعوثنا الخاص بسوريا وقلت له بأننا سنكون متواجدين الساعة 12:30 بالتوقيت الساحل الشرقي لتعرف تركيا بأن العقوبات التي فرضتها الإدارة ستكون هي الخطوة الأولى وستكون الأمور جد معقدة وصعبة وعلى تركيا أن تنسحب من المناطق وكذلك توقف عملياتها ضد حلفائنا الأكراد وتعيد الأمور إلى نصابها. وما نفعله هنا أننا فرضنا عقوبات على كبار المسؤولين الأتراك زيادة على ما قامت به الإدارة، وكذلك قيدنا إجراءات الدخول ومنح التأشيرات، وكذلك ستصدر عقوبات ضد القوات المسلحة التركية، وخصوصا نشعر بالامتعاض نتيجة استخدام طائرات F-16 التي تصنعها الولايات المتحدة في قصف المدنيين. نحن سننظر في موضوع شراء منظومة S-400 من روسيا باعتبارها أمر يبعث على قلق قد يفضي إلى عقوبات، وستتضمن هذه العقوبات منع أي مواطن أمريكي من شراء ديون سيادية تابعة لتركيا. هذه العقوبات التي أصدرناها، ولكن قبل ذلك العلاقات التركية الأمريكية يمكن الحفاظ عليها وإنقاذها، ولكن هذا لا يتم ولا يتحقق من خلال تغيير الرئيس أردوغان لمساري هذه العلاقات. وأنا أجد أنه من المذهل أن تعمد دولة عضو في حزب الاتحاد في الحلف في شمال الأطلسي بأن تحارب جهة وقفت إلى صفنا. نحن لا نريد أن يعود تنظيم الدولة. طبعا نعم، تم القضاء على دولة الخلافة وتم إلقاء القبض على أكثر من 15,000 مقاتل، ومن دون الأكراد فعلى الأرجح تنظيم الدولة سيعود. وطبعا الكابوس بالنسبة لإسرائيل أن تكون إيران هي الرابح الأكبر من هذا الفراغ الذي نجم عن انسحابنا من سوريا، وطبعا إيران ستستحوذ على منابع النفط في سوريا، وهذا سيعزز قوتها ويضعف قوة إسرائيل. وفي نهاية المطاف الأمر يتعلق كله بإسرائيل وكذلك بتنظيم الدولة وبإيران وكذلك الانحياز إلى الأسد. هذه ليست نتائج جيدة. إذا اضطر الأكراد للانحياز للأسد فإنهم سينحازون في نهاية المطاف إلى إيران، ولا أعتقد أن هنالك ما هو أكثر ضررا بمصالحنا القومية من انحياز الأكراد إلى الإيرانيين. أصدقاؤنا الأكراد لا يمكن أن يتولوا المهمة بأنفسهم، وبإمكاننا بعدة مئات من الجنود أن نصلح المشكلة. نريد لتركيا بأن تتراجع، وأعتقد أن هذه العقوبة ستحظى بدعم الغالبية العظمى من الحزبين وستبقى قائمة إلى أن تغير تركيا سلوكياتها. دعوني أبدأ بالقول بأن ماريلاند فقدت زعيما عظيما، كان صديقا جيدا، وكان بطلا في هذا الزمن، ولديه حس الكرامة، ونحن نقف إلى جانب أمريكا والقيم التي نؤمن بها. وأنا لا أفاجئ أحد عندما نقول أننا لا نتفق على أمور عديدة، ولكننا نتفق على أن هذه لحظة خطيرة لبلدنا ولدورنا في العالم. وعندما علمنا بقرار الرئيس وبرد أمريكا، كلانا كان لنا رد فعل واحد. إذا طلبنا من الرئيس أن يفعل كل ما بوسعه لكي يتدارك الضرر الحاصل، وكذلك نقف إلى جانب دور الولايات المتحدة في العالم. أنا سعيد بانضمام أعضاء الحزبين
نحن متفقون على أننا نريد عملا من قبل الحزبين لإصلاح الخطأ والسماح المتمثل في السماح لتركيا بأن تهاجم حليفا لنا وأن نوقف إمكانية عودة تنظيم الدولة. والأكراد لعبوا دورا مهما ولا يمكننا أن نتخلى عنهم. المجلس الشيوخ ينبغي أن يصوت الآن على قرار من الحزبين وبعد ذلك ننتقل إلى القيام بتطبيق العقوبات التي قلناها. سنتر غرام قال إن روسيا وأسد وإيران وتنظيم الدولة تسارع إلى ملء الفراغ، لكن من خلال جهودنا جهود الحزبين يمكننا أن نتلافى ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة. وعلينا أن نوجه رسالة بأن أمريكا سوف تقف إلى جانب حلفائها في حربها ضد تنظيم الدولة وأن نضمن أن لا يعود تنظيم الدولة. لقد هزمناهم لكنهم ما يزالون موجودين ولا يمكن أن نسمح بعودتهم. تلك هي نتيجة القرارات التي اتخذت والاعتداء التركي. أقرأ لكم هذا العنوان هنا: القوات المدعومة من تركيا تطلق سراح سجناء تنظيم الدولة. لا يمكن أن نتصور أن الأكراد يحرسون السجناء وأيضا يدافعون عن أنفسهم. إذا نحن نريد أن نقوم بما يمكننا القيام به لإيقاف هذه المذبحة التي تقوم بها تركيا ووكلاؤها، ومنهم كثير من أعضاء النصرة والقاعدة، وهم يعملون على إبادة الأكراد السوريين الأكراد. السيناتور غرام تحدث عن القانون والعقوبات، ويمكن لتركيا أن تتفادى هذه العقوبات، ونتمنى أن لا نكون هنا ونحن نفرض هذه العقوبات. هذه العقوبات سيتم رفعها مباشرة إذا توقفت تركيا عن قتل حلفائنا الأكراد السوريين وأيضا تمكين تنظيم الدولة من العودة وأن تعيد قوات الموالية لها إلى حيث كانت. لو اتخذت هذه القرارات الآن فإن هذه العقوبات لن يتم تطبيقها. وأنا أتفق مع سيناتور غرام، نحن نريد تركيا كحلفاء لكنهم يجربون دورهم في حلف الناتو، لكننا لا نريد هذه العقوبات أن تنفذ. لكن من أجل أن نوضح، نحن سنقف إلى جانب الأتراك السوريين وأن يضمن أن هذه الأمور تحدث، ونحن نلح أن إذا تركيا لم تفعل ذلك فسننفذ هذه العقوبات. وأعطي الكلمة الآن للسيناتور مارش بلاكبيرن من تينيسي. شكرا سيناتور فان هولن. وانا طبعا نتفق ومنذ وقت طويل على كثير من الامور وخصوصا في اهميه الاصطفاف الى جانب الاكراد، ونحن قمنا برئاسة شاركت في رئاسة مجموعة خاصة بالأكراد. وطبعا أنا أعرف أن هناك جالية من الأكراد يعيشون في مدينة ناشفيل في تينيسي، والأكراد وقفوا إلى جانبنا ولم يخذلونا، كانوا في منتهى العزم والصمود والإصرار للدفع ضد الشر، كانوا تحلوا بالعزيمة والإصرار للدفع ضد تنظيم الدولة ودحرهم، وفقدوا آلاف المقاتلين والأكراد الذين لطالما قاتلوا تأكدوا من الحفاظ على سلامة تلك المناطق، وأن قوات سوريا الديمقراطية تحافظ على عناصر مقاتلي
تنظيم الدولة في الحبس. نعم، تركيا بإمكانها وقف كل هذه الأمور إذا ما رغبت بذلك. ونحن نأمل تركيا، نأمل من تركيا وهي الدولة العضو الحليف في حلف شمال الأطلسي أن تستوعب الرسالة وتوقف عملها. وأود أن أحيي وأثمن ما قام به السناتور غراهام والسناتور فان هولن على طرح هذا المشروع، مشروع القرار. نعم، العقوبات مهمة وهي مهمة لتبرهن على أننا لن نتوقف ولن تكون هذه المرحلة الأخيرة بل هي البداية. نريد أن نؤكد بأن كل ما نضلنا من أجله والمكتسبات التي حققناها لن تهمش بسبب اعتداء تركيا. أسعدتم مساء. يسعدني أن أنضم إلى زملائي من جمهوريين وديمقراطيين لتطرق إلى الكارثة المأساوية التي تشهدها سوريا. السناتور غراهام وأنا زرنا شمال شرق سوريا وتجولنا في الأسواق حيث كانت تشعر العائلات بالأمان وهي تتسوق، وكذلك في أي مكان زرناه كنا نرى الأطفال يرفعون علامة النصر عندما كانوا يعرفون عندما كانوا يرون جنودنا الأمريكيين. وسمعنا مرارا وتكرارا من الأكراد ومن السوريين ومن العرب الذين التقيناهم كانوا يقولون لنا لا تجعلوا الولايات المتحدة تتخلى عنا، ولكن هذا ما فعل فعل ما حدث فعلا. ولعله من المفطر للقلب أن نرى ما حدث، ورأينا مقاطع مصورة نرى أكرادا يقتلون وأيديهم مقيدة وراء ظهورهم، وشهدنا أسوأ سيناريو يمكن أن نتوقعه والذي خشيناه. ومما لا شك فيه ما بذور ما وصلنا إليه بدأ عندما أوقفت هذه الإدارة تمويل تلك المنطقة، وعندما أعلن الرئيس في عام 2018 أنه سينسحب من تركيا، وهذا ما أرسل رسالة قوية لتركيا وللرئيس أردوغان. والآن ونحن بعد أسبوع نكثنا الغزل الذي غزلناه على مدى 5 سنوات، والرئيس ترامب والرئيس أردوغان يجب أن يسمع موقفنا المعارض لهذا الأمر، وهذا ما استدعى فرض هذه العقوبات. ونأمل أن ترسل رسالة. طبعا لا نستطيع أن نصلح الضرر الذي حدث، ولكن يمكن أن نبرهن ونثبت للرئيس أردوغان بأن الرئيس ترامب هو ليس من يتحدث باسم السياسة الخارجية، ولكن الكونغرس أيضا له دوره. أود أن أشكر السناتور غراهام والسناتور فان هولن على دورهما، وأود أن أبين بأن على الرئيس ترامب أن يلغي دعوته ويسحب دعوته للرئيس أردوغان ويلغي استضافته، لأن هذا أمر غير مقبول. نحن إذا ما وافقنا على هذه الدعوة فإننا سنبين بأننا نرحب بالرئيس أردوغان في ثنايا البيت الأبيض. أعتقد أن هذه الزيارة يجب أن تلغى وتلغى على الفور. وبهذا أعطي الكلمة للسيناتور بلومنتول. شكرا للسيناتور غراهام وفرهالن. أنا أختلف كثيرا مع السيناتور غراهام، لكني أعتقد دعوني أؤكد على نقطة مهمة هذا الصباح، وهو عرض من وزير الدفاع وقائد القوات. إن شعوري هو الخجل. كشعب أمريكي ينبغي أن تشعروا بالخجل وخيبة الأمل في التخلي عن القيادة وعن قيمنا من قبل قائدكم. الرئيس ترامب تخلى عن القيادة والزعامة، والكونغرس ينبغي أن يتصرف ليوقف تنظيم الدولة من العودة، وهو ما يحدث حاليا
في هذا في هذه اللحظة، وهذا ما يجعل ما يمثل سخرية من حياة الأكراد ولجميع الرجال والنساء الذين يرتدون الزي العسكري والذين دفعوا بتضحيات، قاموا بتضحيات كبيرة من أجل هزيمة تنظيم الدولة. وليس هناك أمور أساسية بالنسبة لدولة عظيمة هي أنها عندما لا تفي بوعودها فإنها تخسر مكانتها، وعدها لحلفائها ولأعدائها أو خصومها. والولايات المتحدة ينبغي أن تشعر بالعار وبالخجل من هذا الضرر الذي يلحق بحلفائها وأيضا بمصداقية الولايات المتحدة. والمصلحة هي بالكامل لإيران وروسيا ولفلاديمير بوتين. لماذا يخرج بوتين فائزا؟ هذا النوع من الإساءة إلى المصداقية الأمريكية لا يمكن أن نصلح ما حدث، ولكن يمكن أن نتدارك الأمر وننقذ ما يمكن إنقاذه، وذلك من خلال فرض عقوبات شديدة على تركيا. هذا ونضرب تركيا في موقع يؤلمها، ونريد أن نسحب نلفت انتباه أردوغان حتى يتراجع عن خطوته. والشعب الأمريكي يحتاج لأن يسمع ما سمعناه اليوم وراء الأبواب المغلقة، ويستحقون أن يسمعوا جميع الوقائع على الأرض حتى يعرفوا ما يمكن القيام به لتغيير هذه السياسة. ودعوني أقول لكم، وما كنت أعتقد أني سأقول ذلك عن الولايات المتحدة، نحن سنكون شركاء في هذا التطهير العرقي الذي يحدث في شمال سوريا، وسوف نكون مسؤولين أمام التاريخ لهذا التطهير المحتمل إذا فشلنا في التصرف وبحزم. لو أننا استمررنا من التراجع عن مبادئنا، ودعوني أقول أننا سيكون لنا دعم من الحزبين، وأفضل أثر مؤشر على ذلك هو عدد زملائنا الذين دعموا هذا القرار، وسوف نستمر في ذلك. السؤال غير مسموع بوضوح. أولا أود أن أشيد بالحكومة لأنها فرضت عقوبات. نحن ندفع ثمنا باهظا عند منع استيراد الفولاذ، ولا أحتاج أن أعطي دروسا للشعب الأمريكي حول تنظيم الدولة. هم يريدوننا أكثر من أي شخص آخر. الأكراد وتنظيم الدولة هم أعداء. أعتقد أن ما فعلته الإدارة لفت انتباه تركيا، ولكن لم ينجح. الرئيس لم يعطي الضوء الأخضر، لكن أردوغان فاز. السبب فيما نفعله الآن هو أن الصين وروسيا يتابعون ما يحدث. وإذا فعلت شيئا في هونغ كونغ فأنك لو تحركت في أوروبا الشرقية فروسيا تقول إننا موجودون، وإيران أيضا تهدد جيرانها. إذن من المهم أن نعيد المصداقية التي خسرناها مع أردوغان، ولكن أن
نعزز موقفنا في العالم. إذن أردوغان استمع إلى رسالة من الرئيس ترامب، وكأنه قال له تفضل امضي في هجومك على الأكراد. إلى حد الآن الرئيس قال إنه سيدمر الاقتصاد التركي إذا استمروا في القيام بما يقومون به. وسؤالي هو يا إلهي متى ستفعل ذلك؟ المذبحة مستمرة الآن، العقوبات على الفولاذ التركي هي نفس العقوبات التي فرضها عندما كان القس محتجزا، مثلوا 4 سنتات من 1% أقل من 1% من صادرات تركيا. وماذا ينتظر الرئيس لكي يفرض هذه العقوبات؟ وعليه أن يفعل ذلك. لكن النقطة التي نثيرها اليوم هي غياب العمل الرئاسي للدفاع عن القيم والمصداقية، ونحن نتصرف من منطلق حزبين. Abigail, you're next. My hope is that he will see آمل أنه سيرى ذلك كوسيلة ضغط. لا أدري ما سيفعل بانس ووزير الخارجية. وتحدثنا عن الأكراد، لو وقفنا بعيدا فإن هؤلاء سوف يقضى عليهم. أعتقد أن فريق الرئيس ترامب يحاولان إقناع أردوغان. أنا أريد لتركيا أن تفهم أنها لا تتعامل فقط مع ترامب وبنس وبومبيو، إنها نحن أيضا الكونغرس الحزبان. آملوا أن هذا سيساعدهم، آمل أن الرئيس يستقبل تصويتنا على هذا الأمر. حضروا فرض حظرنا على المساعدات العسكرية على دولة عضو في حلف الناتو. أعتقد أن الأمر معقد بعض الشيء، ولكن ما نحاول القيام به هو أن نتأكد من عدم استخدام الأسلحة أو طيارات F-16 المصنعة في الولايات المتحدة لن تستخدم في قصف المدنيين، وكذلك نوقف صفقة S-400. وعندما ينبغي أن تتصرف تركيا كدولة عضو في حلف الشمال الأطلسي إذا ما أرادت أن تكون عضوا، دولة تغزو سوريا لمصلحة تنظيم الدولة، هذا ما تقوم به تركيا دولة العضو في حلف ناتو. إذن نعم هم قلقون بشأن عناصر لوحدات حماية الشعب، أنا أتفهم ذلك، وهذا ما قلته لسنوات وسنوات، ولكنني قلت للرئيس أردوغان هذا ليس الحل. نحن من شكلنا هذا التحالف، وأنت من سمحت لمقاتلي عناصر أو مقاتلي وعناصر تنظيم الدولة من الدخول إلى المنطقة. لماذا تعتقد أن الرئيس ترامب استمع إليك عندما عرضت قراره بالانسحاب في ديسمبر الماضي ولم يلتفت إليك أو لم يستمع إلى رأيك هذه المرة؟ الأمر الذي أريد أن تعرفه أن الرئيس ترامب لم يستيقظ قبل أسبوعين وقال أردوغان بإمكانك احتلال سوريا. في شهر ديسمبر أعلن نيته الانسحاب، والفضل يدان لترامب أننا منعنا ذلك الانسحاب، وقلنا وأكدنا للأكراد بأننا لن نخذلكم ولن نتخلى عنكم. نعم كان هناك حديث عن إنشاء ممر آمن، ونحن نعرف أن حزب العمال الكردستاني طبعا بالنسبة لتركيا حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب هم إرهابيون، ولكن بالنسبة إلينا هم حلفاء. ولذلك الرئيس أردوغان اتصل بالرئيس ترامب وقال أن جنرالات العسكريين يتباطؤون في تنفيذ الممر الآمن والمنطقة الآمنة. إذا الأمر لا يعني أن الرئيس استيقظ ذات صباح وقال أنني سئمت من موضوع سوريا، والرئيس أردوغان قال أنني سأدخل سوريا، والرئيس نصحه بخلاف ذلك، ولكن كما ذكرت
الرئيس أردوغان كان قد اتخذ قراره، وأعتقد أنه آن الأوان لأن يتعاون الرئيس مع الكونغرس بحزبيه الاثنين وتحقيق الهدف بأن نعيد الأمور إلى نصابها ونعطي ضمانات للأكراد ولا نعرضهم للذبح، وكذلك الحقول دون عودة تنظيم الدولة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال وقف سفك الدماء. وما وطبعا لا نريد أن نسحب قواتنا بالكامل لأن هذا من شأنه أن يعرض أمننا القومي للخطر. أود أن أضيف شيئا، الأمر لا يتعلق بتبني مشروع القرار الخاص بالعقوبات أو إرسال نائب الرئيس ووزير الخارجية للقاء المسؤولين. الرئيس ترامب ينبغي أن يرسل رسالة قوية للرئيس أردوغان بأنه هو نفسه لا يوافق على ما يحدث في سوريا، وعليه أن يلغي دعوته ويخبره بأنه غير موافق، وأننا لن نتعامل معه بلطف إلى أن يغير سلوكه. نعم، أود أن أضيف بأن ما الإجراء الذي اتخذه الرئيس ترامب بعد مكالمته مع الرئيس أردوغان تمثل في سحب قواتنا الخاصة، وهذا ما عرض الأكراد لأضعاف، وبالتالي نحن نحاول أن ننقذ ما يمكن إنقاذه في وضع صعب. وأعتقد أن الرئيس يملك السلطة والصلاحية للقيام بأكثر من فرض رسوم على صادرات الصلب والفولاذ التركي. أنا أقول أننا سنتحرك لندافع عن القيم الأمريكية ومنع عودة تنظيم الدولة إلى المنطقة. سؤال أخير. السؤال غير مسموع بشكل واضح. أعتقد أن تكون رحلة لطيفة. أنا لست هنا طبعا، خلافاتي مع الرئيس حقيقية، ولم يسألني أحد أنني كنت سأتبنى نفس الموقف لو عندما قرر الرئيس أوباما الانسحاب من العراق. الأمر لا علاقة له بالخلافات الشخصية. نحن نريد علي على الرئيس أن يستمع إلى القادة العسكريين. هو قال أنني أريد أرغب ببقاء قواتنا لألف عام، وأنا طبعا خدمت 33 عاما في السلك العسكري، لذلك هذا أمر ليس بالبسيط. أنا لا أحب الحروب وأكره الحروب، ولكن ما أتطلع إليه هي الأمن، تحقيق الأمن لبلدنا ولحلفائنا. السيد الرئيس، إذا كنت تعتقد بأن تنظيم الدولة لن يعود فأنت لا تستمع إلى النصائح، وأن هؤلاء الأوغاد سيقتلوننا، فإنك وإذا ما تخليت عنها لهؤلاء الأكراد فإنك ستخل بشرف الرئاسة. عليك أن تصلح الأمر وأن تتولى القيادة، وتقول للرئيس أردوغان وأن الكونغرس خلفي ويدعمني. أنت علاقاتنا بتركيا قوية، ولكن أنت تدمر كل شيء. أنا أحظى بدعم المؤيدين والمعارضين لي، حتى الذين يسعون إلى عزلي، ويجب على أردوغان أن ينسحب قبل فوات الأوان من سوريا وأن يأخذ بهواجسنا الحقيقية. السيد الرئيس، لا تتخلى عن الأكراد، ينبغي أن تبقى قوات أمريكية لمنع تنظيم الدولة من العودة. هناك أكثر من 50,000 مقاتل الجميع يعتقد بأننا بحاجة إلى مئات الجنود في سوريا لمواصلة الحرب ضد تنظيم الدولة. 10,000 كردي قتلوا وجرحوا، وهم من حربوا معنا. هذا النموذج كان نموذجا ناجحا. نحن قدمنا فقط الغطاء الجوي، ونحن قضينا على تنظيم الدولة بأقل عدد من الضحايا. لا تستمع
إلي لا تستمع، سنذهب للعب الجولف ونمارس لعبة الجولف، ولكن أنا لا أدعو إلى الحرب ولا أريد أن نبقى إلى الأبد. أنا أدعوك لأن تفعل ما لم يفعله أوباما. استمع، اصغي إلينا، أمامك فرصة لإعادة الأمور إلى نصابها وأن تبقي مئات الجنود الأمريكيين، ليس بالمئات وليس بالآلاف، ليضمنوا بألا تكون إيران هي الرابح الأكبر وأن يكون وجودهم يعمل على حماية إسرائيل. إذا ما عدت إلى رشدك فإنك وبخلاف ذلك ستدمر بلدنا وستعمل على إعادة تنظيم الدولة. نعم أنا أريد أن أكون ثابتا في مواقفي وسأحاسبك حسابا عسيرا. أود أن أعلق على النقطة الخاصة بالبعد العسكري. نعم وفقا للمعلومات المتوفرة أقول أن الإجابة نعم، لدينا الموارد الكافية التي تمكننا من البقاء. أود أن أختم بالقول بأنه خلال إجازة الكونغرس سافرت إلى أفغانستان وتحدثت إلى القادة العسكريين وخرجت بدرسين، أولاهما أن قواتنا كانت تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الكردية في بواكير الحرب ضد تنظيم الدولة، وأن قرار الرئيس يبعث على أو أمر قرار شائن. الدرس الثاني هو أن أبرز مخاوفنا في أفغانستان هي ليست عودة القاعدة بل انتشار تنظيم الدولة في أفغانستان، وخصوصا انتقال عناصر ومقاتلي تنظيم الدولة في العراق وسوريا إلى أفغانستان. نعم هم خسروا أرضهم لكنهم لا يزالوا على قيد الحياة، وهم مقاتلون صارمون. الآن نحن أعطيناهم إبرة الحياة ونحن ككونغرس يجب أن نقوم بدورنا. نعم نحن نعرف أن العقوبات ليست الطريق المثلى، ولكن سنقوم بما هو في وسعنا لوقف الرئيس أردوغان عما قام به. ما الذي سيحدث للقوات الأمريكية؟ هل تعتقد أنها ستنسحب بكليتها؟ الأمر ليس واضحا بالنسبة إلي. ما الأمور تتغير كل ساعة، وما نقوله أننا بحاجة إلى التصرف بشكل سريع لفرض هذه العقوبات، وهي عقوبات شديدة وصارمة، ولكن يمكن تفاديها أو يمكن رفعها إذا ما توقفت تركيا عن ذبح حلفائنا الأكراد ومنعت تنظيم الدولة من العودة و